التصرف هذا اللي وقع داخل المؤسسة راه تصرف غير لائق بالنسبة للأستاذ. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي عنده أخت دياله ولا الأخ دياله ولا العائلة دياله اللي كيقرأ هنايا دابا بقى يعني أصلا متخوف بشكل دائم. يعني الأستاذ اللي كتثق فيه واللي عطاه واحد الأهمية واللي عطاه واحد الثقة كبرى لا تقرر لك الأخت ديالك ولا الأخ ديالك ولا كيعدل التصرف هذا غير لائق. يعني ما محسوبش وما ما عمره يكون في هاد المدرسه تربويه وكنجيو نتعلموا. ماشي تجي تعلمنا شي حاجه اللي ما كايناش. دابا ديك الطفله المسكينه شنو طامعه؟ ماشي طامعه في شي حاجه، من خلال الميساج طامعه في النقط، يعني في المستقبل ديالها. يعني تقدر تعدل شي حاجه على شي حاجه اللي ما تصورش باش تضمن المستقبل ديالها، هو تقلص ديك النقطه واخترق لهذيك النقطه ودخل على ديك النقطه ديال يعني على ديك على ديك على ديك نقولوا حنايا فحال استغلال ديك النقطة على حسب نحتك النقطة نحتك كذا ومتكورن في ديك الميساجات بزاف المسائل بزاف. يعني هاد الشيء هذا ماشي غير لا. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم كنشكركم على استضافتكم من عندنا. صفتي كتلميذ أنا صار صفتي كتلميذ وصفتي كنضرب لسان التلاميذ ماشي غير باللسان ديالي. هاد الشيء هذا اللي عمل الأستاذ هذا غير لائق. أول حاجة كيسأل بسمية المؤسسة عبد الكريم الخطابي، ولهذا ضروري خصنا نشوفوا الإدارة تقوم بشي حال او تقوم ب مثلا على حسب التلميذة نهضر مع التلاميذ. هذيك هو اصلا ديجا كهو قر مع شي موم بلا ما نسميه بين قوسين بقى كيهدى بيه كيقول له حقا كذا. انا الموديل الذي يسمى برئيس المؤسسه هو اللي خصو يتحمل المسؤوليه على هذا الشيء. هذا انا العام هذا انقطعت من الدراسه ديالي. شنو هو المصدر الرئيسي والمدير اللي مشيت لعندو قلت له خصني نرجع نقرا باش جاوبني؟ قال لي ما نقدرش نرجعك اولدي اسمح لي، لا رجعتك تقرا تحمل لي جوج دريات، وانا استسمح على هذا المصطلح تحمل لي جوج دريات وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد المجيد أحارس فاعل حقوقي بإقليم شفشاوان. نحن كمتتبعين للشأن المحلي بالإقليم نستنكر وبشدة ما وصل إلى سمعنا حول قضية الجنس مقابل النقاط بثانوية عبد الكريم الخطابي ببرد. نحن هنا كمجتمع يعني محافظ، مجتمع جبلي محافظ، استنكرنا بشدة هذه القضية. وخلال تتبعنا للقضية والبحث مع بعض التلميذات تبين لنا أن هذه القضية فعلا موجودة بالإعدادية، وهناك أستاذ معروف بتحرشه الجنسي على بعض الفتيات. فمن منبرنا هذا شوف تي في نلتمس من النيابة العامة بالتدخل العاجل لفتح تحقيق مع كل المتورطين ومع كل المتهمين في هذه القضية، كما أننا نطالب بإجراء تقنية على هواتف كل المعنيين حتى يعني نصل إلى الحقيقة في هذه القضية. تما بغيت نقول لكم بأن ديك الخبر هذا كيتسمى صحيح 100%. كيتسمى أي تلميذ غتسولو كيقرا مع سابق له قرا معاه يقول لك ديك الشيء صحيح. لا هادي دابا 3 سنين وهنايا تعمرنا سمعنا على شي حاجة. عمرنا أول مرة كتسمى كنسمعو هاد الشيء هذا، وحتى التلميذة كيتسمى كنعرفوها مزيان وكنعرفوها بنت الناس. حق الله أعلم كيتسمى ما نقدروش نحكمو على البشر. جات شي لجنة اليوم قالولي؟ جات اللجنة اليوم، جات قيالة هنايا اليوم وما نعرف شنو القرار اللي اخذته.